أسعد الله مساكم بألف خير. نعتذر عن هذا التأخير وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسية من قناة الوطنية، نستهلها بأبرز العناوين. يوم برلماني ساخر، مساءلة في مجلس النواب وعقوبة في مجلس الشيوخ. والعبد العزيز في جنوب إفريقيا، مضاعفة الجهود ضمان القارة الوحيدة لتنمية حقيقية. خلال مقال جديد له، والبالخير يستذكر الماضي، يتخوف من الحاضر ويتطلع إلى تغيير المستقبل. كرمسين تستعد لاستضافة والعبد العزيز، والسلطات في الولاية تبدأ تحضير الزيارة. المبادرة الشعبية للنصرة تطالب بتسريع محاكمة المخيطير وتشكك في جدية القضاء. أهلا بكم إلى التفاصيل. مثل أمام الجمعية الوطنية وزير الداخلية والمركزية محمد والمحمد رارة في استجوابين تقدم بهما نواب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل. يتعلق الأول منهما بموضوع حل جمعية المستقبل التي يرأسها الشيخ محمد الحسن والددو، فيما يتعلق الثاني بسؤال شفهي حول الأحداث التي شهدتها نواكشوط إثر تمزيق المصاحف والتي أدت إلى سقوط قتيل. قريني ولمينو ومزيد من التفاصيل. واقعة تدنيس المصحف ومقتل متظاهرين في الاحتجاجات الأخيرة إضافة إلى إغلاق جمعية المستقبل هي أهم النقاط التي تركزت عليها مساءلة النائب البرلماني عن حزب تواصل المعارض حمدي والإبراهيم لوزير الداخلية واللامركزية محمد المحمد رارة، مساءلة ينتظر النائب أن يجد من خلالها أجوبة مقنعة حول الطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن مع سيل المظاهرات الذي حول نواكشوط إلى ساحة حرب حسب النائب الإبراهيم. شهدنا حقيقة ساحة حرب في مدينة نواكشوط، مجموعة من المتظاهرين العزل اللي هبوا نصرة لدينهم نصرة لمقدساتهم تدنس، وحنا أكبر وأهم ما نملك هو القرآن الكريم تم تدنيسه. والله ريف الأمر أن كنا سابق هذا الناس نستقبلوها، نستقبل أمام القصر الرئاسي، وبعض الأحيان تنظم مظاهرات من طرف قوى المخابرات. النائب وصف تعاطي أجهزة وزارة الداخلية مع قضية المصحف بالباهت، في حين أن وزارة الشؤون الإسلامية أرجعت عملية التدنيس إلى معزات سائبة في شوارع نواكشوط. أما وزارة الاتصال فقد أكدت أن الرئيس هو أول من علم بالأمر. وزارة الداخلية كان موقفها باهت ما سمعناه. وزير الإعلام قال أنه أول من علم الرئيس، والقصة بدأت بطفل وانتهت بطفل. وزير الشؤون الإسلامية قال انها عن السايبه بقت تعود شبه المصحف. وزير الداخليه في رده قال ان جميع الادله الموجوده لدى وزارته تؤكد ان حادث تمزيق المصحف الشريف في احد مساجد نواكشوط لم يتم بقصد جرمي. انا بعد شخصيا الى عاده مدة اتهم حد انه يمزق المصحف، وحسب كافه المعلومات اللي عندي والادله والبراهين والقرائن على اني مزلت لن ابين موريتاني ان عود قام بهاي القصد او الفعله بطريقه مقصودة، لأن كيف قال حد المتدخلين السادة النواب اللي كان متدخل، أعلننا تربينا على أن المصحف ما يقدر يمس ورقاج نشأتنا الصغيرة نشأ فينا أنه يخافوا يقدسوا ولا يقدر يمسوا يكون متوضي ولا لطهر. المراقبون لساحة السياسية الوطنية يعتقدون أن هذه المساءلة قد لا تكون الأخيرة في مسلسل الهجوم والهجوم المضاد الذي بدأ عرض حلقاته بعد حادثة تدنيس المصحف وما خلفته من توتر بين السلطات الموريتانية والإسلاميين. قرين مينو، الوطنية، نواكشوط. ولإلقاء الضوء على هذا الموضوع معنا في الاستوديو النائبة عن حزب التجمع الوطني من أجل الإصلاح والتنمية أو التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، السيدة النائبة زينب أم التتقي. أهلا بك ضيفتنا الكريمة. قبل أن ندخل في صلب الموضوع وقبل أن نطرح الأسئلة، دعينا نذهب إلى هذه الورقة مع الزميل مختار زيد. التي تهدد النظام والأمن العامين أن يلوم مصداقية الدولة وممارسة التأثير المفزية على نفوس المواطنين، أمور من بين أخرى استند إليها قرار وزارة الداخلية لحل جمعية المستقبل ذات التوجه الإخواني.
مع انكاد جيفو حبر هذا القرار، حتى هاجم الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية وزير الاتصال سيد محمد المحمد الجمعية متهما القائمين عليها باستغلالها لأغراض سياسية، مضيفا بأن قادتها سياسيون لا يلتزمون بالقانون كما لا يوجد لديها حساب بنكي وفق تعبيره. في المقابل نقلت مصادر إعلامية عن الشيخ محمد الحسن ولد دو قوله بأن القرار جاء نتيجة معلومات أمنية مغلوطة. مراقبون رأوا في قرار حل الجمعية الدعوية محاولة من النظام التقارب مع مثلث السعودية الإمارات البحرين الذي يشن حربا شعواء هذه الأيام على التيار الإخواني والتي تعززت بتصنيف جماعة الإخوان المسلمون كجماعة إرهابية وما نفته الحكومة الموريتانية على لسان الناطق الرسمي باسمها، تنديد بالحل وتكذيب لمسوغاته، خوف من رعاية أنشطة إرهابية لجمعية باتت خارج الإطار القانوني الذي وجدت بقوته، أشياء تختصر حال المواجهة التي يرى الكثيرون أن التيار الإسلامي يمانع من الدخول فيها في حين يرقب النظام تلك المواجهة بعين مفتوحة على أماضي الأنظمة الموريتانية وأخرى تستلهم واقع على الشقاء في بعض دول الخليج سخية الهبات، ما يجعل هذه المواجهة أقرب إلى لغة المناورة السياسية غير الجدية منها إلى واقع نشارع فيه الفيصل لمن لا سجون له ولا سلطات. إذن السيدة زينب نائبة في البرلمان وعضو حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، كيف ما هي قراءتكم لما حدث من استجواب للوزير؟ بالنسبة لنا الاستجواب الذي تقدمنا به للسيد الوزير كان استجواب مساءلة من طرف النائب الأستاذ حمدي الإبراهيم، وقرر هذا النائب أن يستجوب الرئيس بعد يستجوب الوزير بعد هذه الأحداث التي شهدتها العاصمة نواكشوط والتي لاحظ بها أن الشرطة استخدمت عنفا وكانت تعاملها تعامل مفرط مع المحتجين. أما السؤال الشفهي الذي قدمه النائب رئيس محمد غلام الحاشيق فكان قبل ذلك من أسابيع، وكان موضوعه هو أداء الأجهزة الأمنية في إزاء الحالة المشهودة من ارتفاع نسبة الجريمة المنظمة والانفلات الأمني المشهود، إضافة إلى أن البعض يعتقد أن الشق الثاني من السؤال يتعلق بأداء المجالس المحلية، هل هي فعلا كما يريد المواطن وهل تقوم بالدور المنوط بها؟ لكن ألا يمكن أن تعتبر هذه المسألة خطوة تصعيدية ضد الحكومة في وقت يرى فيه المراقبون أن علاقتها مع حزبكم لا تمر بأحسن لحظات كما قلت؟ على كل حال أنا بالنسبة لي أرى أن هذا الاستجواب هو عمل برلماني، الهدف منه أولا وأخيرا هو أن يطلع المواطن وأن نقوم بمسؤوليتنا بوصفنا ممثلين للشعب، لأن ملاحظ عن هذه الاحتجاجات أسلفت أنها كان فيها استخدام مفرط والتحقيقات فيها لا نعرف أين وصلت ولم تطلع الجهات المعنية المواطنين على سير التحقيق، وصاحبتها كذلك بعض التهم الجزاف لجهات ساعات المعارضة ساعات التواصل ساعات التيار الإسلامي بشكل عام، فكان لزاما علينا أن نستجوب الوزير أولا لأن الشرطة استخدمت عنفا مفرطا وراح ضحيته وسقط شاب شهيد نحسبه كذلك، وبالتالي كان دورنا كنواب وكممثلين للشعب هو أن نسائل الوزير إذا ما نظرتم معي لكل الدول التي تحترم نفسها وتحترم القانون وتحترم الإنسان وكرامته، إذا حتى إذا كان قتل مجرم لشخص كانت وزير الداخلية والجهات الأمنية تبادر إلى وضع المواطن في الصورة، أين وصل التحقيق، من الجاني، وهذا ما لم يحدث في هذه السلطة. لم نرى إلا تهما جزافا ما سعت تتناقض، لأن لاحظنا أنهم مرات تهموا جمعية المستقبل وقالوا عنها هي التي تقف وراءها، وبعد ذلك جاءوا وقالوا جواب آخر هو أنها السبب تماما في هذا إشعارها لم تقدم تماما إشعار. في هذا الإطار السلطات قالت بشكل أو بآخر بأن اتهمت الأحزاب الإسلامية أو اتهمت الحركة الإسلامية بشكل عام بالوقوف والضلوع وراء الأحداث التي جرت بعد حادثة حرق المصحف أو تمزيق المصحف إذا صح التعبير، واعتبرت بأن هذه الحركات الإسلامية ركبت الموجة وخاصة حزب التواصل ركب الموجة واستغل الظرف
من أجل الوصول إلى مآرب أخرى، مآرب سياسية بالتحديد، كيف تردون؟ نحن نختار وخلونا واضحين، لأن ذاك هو الاحترام لعقلية المشاهد. الحكومة بعض الخرجات اتهم جمعية المستقبل ولمحت وأشارت أحيانا تصريحا وأحيانا تلميحا إلى أن التيار الإسلامي هو المسؤول، وزل اتصال بعض خرجات واتهم المعارضة كذلك بشكل واضح أنها المعارضة بشكل عام. والوزير اليوم في استجوابنا له بدأ وقال لن أتهم أحد ولن ألقي بالاتهامات جزافا، وفي الأخير قال اتهم أن ذمة جهات كانت تريد أن تصل للحكم وتستولي عليه بالقوة، وأنا نسول لهم السؤال. في المرات اللي تمت فيها إساءات، أول مرة حرق الكتب، الجماهير مشات شور الرئاسة وجبرت الرئيس ينتظر في يوم ظهر لأنه كان ما هو مناسب طقسه، كانت الرياح متينة والرئيس استقبلهم دار نظراته السوداء ودار إلزامه به اللي الوقت ما كان، وقالنا وطينا شهرا نحن التلفزة تشيد بالأمر وكأنها جماهير مشات بشكل عفوي لتحتمي بالمسؤول الأول في الدولة، وحدث ذلك في الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا إن مشاو ذي المرة يعود هذه المرة هي المهي عفوية؟ لماذا ما تعود المرات الأخرى عفوية وهذه عفوية؟ أسئلة كثيرة تطرح. أنا شخصيا من الناس اللي ما علمت قاع بالخبر، ما هو الصبح 11 وأنا في طريق الجمعية الوطني، غير بعد الناس اللي تخرصوا الموضوع ترقبوا شافت عن الشرطة استخدمت عنف مفرط، والناس اللي يمارس العنف ضدها الشوارع ملأة باللصوص وملأة بالناس اللي ما يقدوا حد يسيطر عليهم، وبالتالي الموجة يركبها المشاغبون أصلا ويركبها من عنده من مستفيد من ركوب الموجة. نحن قاعد نختار نسوله سؤال واضح نوجهه للحكومة، ماذا يستفيد التواصل وماذا يستفيد التيار الإسلامي من ركوب موجة كهذه؟ هذا يتنافى مع قيمنا، يتنافى مع ما ندعو له، ويكون الشيء مطروح أكثر. يا تحدثنا عن جمعية قودها كوكب من العلماء، قدمت لهذا المجتمع الكثير والكثير، علمت ودرست ووجهت، وفات الحكومة كذلك استضيف الوزير وافتتح مؤتمر الوسطية لعدة الجمعية بإشراف من الحكومة. لماذا بين عشية وضحاها صفحة جمعية المستقبل عندها قد يوجه لهذا النوع من الاتهامات؟ أنا عندي شيء نختار نقول عند اللي عقب من الأول قالوا ذا تأذير المفزع، وعقب ذاك تلبولوا عنها ما أعطت إشعار حد بعد قطع جل وزارة الداخل يعرف أنه ما فيها رفوف، وعنها تواقطهم طرحة للدص، وعنها إلين تلاوي عدل ذاك لأي جمعية، وأنا قاع هون نعرف أن القانون ما قبل مجرى، ونختار نقول عن مستهدف بالنسبة لي ما هو التيار الإسلامي وحده. هذا قراءة يقير بشكل توقيف أدق، المستهدف هو الحريات، المستهدف هو المجتمع المدني، وكأننا نرجع العهد شكينا عن موريتانيا قطعت معه هو عهد الأحادية، ونختار الرفرصة إلين نتكلم عن القانون اللي لوحوا به إلين. نظراً ضيق الوقت ربما لا يسمح لنا بذلك، لكن سؤال: هل يدخل طرد مجلس الشيوخ لأحدى ممثلاتكم في المجلس ضمن مظاهرة التصعيد التي تحدثتم عنها؟ مظاهر التصعيد، أنا بالنسبة لي لا أعتقد أن حزب التجمع الوطني إصلاح والتنوعية تواصل صعد ولا يخدم التصعيد، لأن التصعيد إلى عاد تصعيد تبين الحق وتبين المواقف، هذا نحن عدلناه مؤتمر الصحفي وظهر عن إلين جيناكم هم في الوطنية كان موقف السيد الرئيس واضح ويمثل موقف تواصل. تصعيد آخر ما هو مسؤول، والله كان البعض يدفعنا إياك نوقعوا فيه، ما لنا لا نوقعوا فيه بما من ثقافتنا ولا هم من ما هم من رؤيتنا الفكرية ولا يدفعنا له أي شيء نؤمن به. تالي الله اللي عنده اللي خلق مجلس الشيوخ اليوم ولين دار في إطاره لا نفس ذاته الإطاري نفسه، ما هو وحده، قامت حملة شرسة على اللي قالوا الصحافة والصحافة المستقلة، وجاء سيل من الإنذارات المؤسسات، وكان الأولى أن يأتي كذلك سيل للتلفزة الوطنية اللي فيها الأحادية ما يدخل فيها رأي واحد وفيها صوت واحد. هذا أنا بالنسبة لي أنا تقييمي أنا ونظرتي الخاصة للمشهد بشكل عام، يخيبني هذا المشهد بيلي مواسي عنه رجوع العهد الأحادية،
البرلمان الموريتاني ككل البرلمانات تخلق فيه مشادات، واحد من النواب يقاطع زميله والله وهذا يخلق عادي. الأخت تحدثت أنا أيضا أود مقاطعتك قليلا سيدي، فيما يتعلق بنقطة كنتم قد ذكرتمها قبل قليل وهي المتعلقة بالقوانين، ما الذي كنتم تريدون أن تضيفوه في عجالة؟ أنا اليوم في المداخلة التي أديت بها في البرلمان أنا أعتقد أن المجتمع الموريتاني بكل أطيافه وكل أحزابه السياسية بما فيهم الصنادرة قعدوا في حوار وطني وقالوا عن المادة 104 لا هي قلعوها من الدستور بها اللي تنتمي لعهد الأحادية وعهد الحزب الواحد، وآخر مادة في الدستور المعدل اللي هي المادة 102 قالت عن ظرف 3 سنوات يا الله يغيروا القوانين اللي من بينهم القانون اللي استخدم وزير الداخلية بقرار مزاجي بجرة قلم قضى الجمعية، وأنا ظاهر لي عن هذا نيني بشي بصيفته دي وراه بالمناسبة 3 سنوات اللي تنقضى ما خلق ذا أي متضرر ومارس عليه إجراء من كهالإجراء في المجتمع المدني والله في مجال الحريات بشكل عام عنده مؤسسة وضيق عليها وخلق بهذا القانون يلطو يلجأ لاش يلجأ ما هو اللي ما هو قضاء إداري يلجأ للهيئة الدستورية الهيئة الدستورية، بالتالي معناها عن هذا القانون العتيق والقديم واللي ما يتماشى مع الدار الله اللي عنه هو اللي تمترس وراه وزارة الداخلية عدته، واعتقد نقول هون عن هذه الشعوب وخاصة شعبنا عندنا شيء من المكتسبات وشيء من الحريات يمتن قاع علينا بها غير بعد ما تيجي يراجع عن الشعوب اللي تقول ترى مكتسبات ما تيجي حد يقدر يقلعهم بين يديه ومن الحرية تضيق عليها مرفوض تماما. شكرا جزيلا لك سيد النائب عن حزب التجمع الوطني لإصلاح وتنمية التواصل زينب ومتتقك تضيف معنا في النشر. استعرض رئيس الجمعية الوطنية السابق ورئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود البرخير محطات مما أسماه الماضي النضالي الذي عاشه في موريتانيا، كما علق في مقال له على الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد ليختم بالتخوف من تكدير صفو الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال البرخير قد يعتقد البعض أن هدفي من خلال هذا المقال هو أن أعلن أن ساعة تصفية الحسابات قد أزفت، لكن ليطمئن الجميع لأن هذه الساعة فيما يخصني لم تدق ولم تدق أبدا لسببين اثنين. الأول أن الشعوب كل الشعوب وكل الآراء تفضل التململ على أرجوحة الأوهام كي تواصل الأمل بدلا من مواجهة واقع كثيرا ما يكون محبطا غير مطاقم وتخلق دائما كبش فدائها لتجعله مسؤولا عن العجز الجماعي، ومن ثم هدفا لسخطها. الثاني فيما يعتقد مسعود بالخير هو أن السرعة التي وقعت بها الأحداث الأخيرة مقلقة لأكثر من سبب ولا يمكن اعتبارها عفوية أو صنيعة صدفة، بل تنبئ بغد دامس يمنعني على حد وصف مسعود بالخير من تأجيج الخصومات الشخصية التافهة. أما في نهاية ما قاله مسعود بالخير ففي النهاية اليوم في وقت تفرض فيه وحدة الجميع نفسها كي ننجح في تجنب المؤامرة الحالية وكل المؤامرات اللاحقة. حضر الرئيس الموريتاني الدوري الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي محمد العبد العزيز صباح اليوم بمقر البرلمان الإفريقي بضاحية ميدراند الجنوب إفريقية الدورة 14 للبرلمان الإفريقي التي تلتئم تزامنا مع الذكرى 10 لتأسيس هذه المؤسسة الإفريقية التي أنشئت في مارس 2004. وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء فقد ركز العبد العزيز في خطابه على ضرورة التصدي للنواقص التي تعاني منها القارة الإفريقية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منبها إلى أن ذلك لا يمكن أن يكون إلا بتوحيد الجهود من خلال مقاربة استراتيجية شاملة تستوحي ما شهده العالم من تكتلات سياسية واقتصادية يكون للبرلمان الإفريقي دور فاعل في اعتمادها ومتابعة تنفيذها. أعلنت المبادرة الشعبية لنصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم استغرابها مما أسمتها المماطلة المريبة التي تمارسها السلطات القضائية عبر رفضها حتى اللحظة تحريك ملف كاتب المقال المسيء محمد الشيخ والمخيطير وبرمجة محاكمته. وطلبت المبادرة في بيان وزعته اليوم السلطات بشن حملة أمنية شاملة ضد ما وصفتها بالشبكات الإلحادية الخبيثة التي تسعى لزرع الفتنة في المجتمع وملاحقة جميع من يتعاطف مع هذه الشبكات الإجرامية
ويدعمها سرا أو جهرا وفق البيان. قالت مصادر مطلعة لقناة الوطنية إن رئيس الموريتاني محمد عبد العزيز سيقوم يوم السبت القادم بزيارة لولاية ترارزة يبدأها من عاصمة الولاية روسو، وسيشمل برنامج الزيارة تدشين منشآت في الولاية. وأشارت تلك المصادر إلى أن السلطات الإدارية والأمنية بالولاية بدأت التحضير للزيارة ودخلت في سلسلة اجتماعات تناقش تفاصيلها وسبل تأمين استقبال شعبي، وكذا مواكبة مختلف الأنشطة داخل الولاية. أما الآن مشاهدينا الكرام فإلى جديد الرياضة مع أبو بكر تورو. تفاقمت أزمة نادي زمزم المتوج بالنسخة الماضية من الكأس الوطنية بعدما قرر المدير الفني للنادي سيدي ورسيد تقديم استقالته من تدريب الفريق لإدارة النادي بعد الخسارة أمام تفرق زينة، وذلك حسب ما ذكرته مصادر إعلامية وطنية، لكن الأخيرة رفضت قبول الاستقالة في انتظار المباراة الأخيرة للفريق ضد نادي الإقصر في الجولة المقبلة. وكان المدرب سيدي ورسيدا واللاعب السابق للمنتخب الوطني قد تولى تدريب الفريق خلفا للمدرب بوبكر نجوبو الذي حقق مع الفريق أكبر إنجاز في تاريخه بتتويجه بطلا للكأس الموسم المصري. من جهة أخرى أفادت مصادر إعلامية محلية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اختار طاقما تحكيميا موريتانيا لقيادة مباراة الإسماعيلي المصري وبيترو أتلتيكو الأنغولي في إطار ضمن نهائي كأس الاتحاد الإفريقي الذي ستقام مباراة ذهابه في العاصمة المصرية القاهرة يوم 23 مارس الجاري. ويقود طاقم التحكيم الحكم الدولي علي المقيفري وبمساعدة كل من وار عبد الرحمن وديا الحسن والحكم الرابع عبد الرحمن كلي. وقد سبق أن شارك حكام موريتانيين في بطولة إفريقيا للمحليين والتي استضافتها جنوب إفريقيا، ومن أبرزهم الحكم الدولي علي المقيفري. هذا تكون نشرتنا قد انتهت، وهذا تذكير بأهم ما تابعتم فيها. يوم برلماني ساخن، مساءلة في مجلس النواب وعقوبة في مجلس الشيوخ. غل عبد العزيز في جنوب إفريقيا، مضاعفة الجهود ضمان القارة الوحيد لتنمية حقيقية. خلال مقال جديد له والبالخير يستذكر الماضي ويتخوف من الحاضر ويتطلع إلى تغيير المستقبل. مدينة كرمسين تستعد لاستضافة عبد العزيز، والسلطات في الولاية تبدأ تحضير الزيارة. المبادرة الشعبية للنصرة تطالب بتسريع محاكمة المخيطير وتشكك في جدية القضاء. مشاهدينا الكرام يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني info@arobas.alwatania.mr. سلام عليكم.